أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أبرز أخبار الاقتصاد، أين استقبل الوزير الأول أيمن عبد الرحمن بقصر الحكومة، استقبل وفدا عن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري برئاسة رئيسه كمال مولا، وناقش اللقاء أبرز التحديات الاقتصادية أبرزها الأمن الغذائي والأمن الصحي، وأكد الوزير الأول استعداد الحكومة للعمل مع المتعاملين الاقتصاديين من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات. وللمزيد من النقاش حول الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف السيد كمال مولا، رئيس تجديد الاقتصاد الجزائري ومجلس تجديد الاقتصاد الجزائري. مرحبا بك سيدي. السلام عليكم، صباح الخير، رمضانكم مبارك، السلامة. إذن بداية سيد مولا، ما هي أبرز الاقتراحات التي قدمها مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري؟ يعني الاقتراحات هي كثيرة وعديدة، نعم. ما نجموش نتكلموا عليها اليوم. احنا في الحقيقة ما هي أبرزها؟ احنا البارح يعني لقد تشرفنا يعني البارح بدعوة من السيد الوزير الأول، يعني كان فيه وفد يعني المجلس بتاعنا تجديد اقتصادي في إطار يعني كان في إطار مشاورات التي تقوم بها الحكومة فيما يخص يعني قضايا الساعة، يعني حول أولا الوضع الاقتصادي والآفاق والتحديات فيما يخص يعني باش يكون فيه يعني خلق مناصب شغل، يعني وإعادة بعث الاقتصاد الجزائري بنظرة استشرافية يولي في الحقيقة تكون تتوافق مع طموح متعلم الاقتصادي يعني كركيز أوبيراتور إيكونوميك، وهذا قاع يعني في السوق الاقتصادي على مختلف المستويات، يعني حيث البارح يعني البارح كنا قدمنا يعني ملف كامل حول مقترحات المجلس فيما يخص قانون الاستثمار، دونك شورا الوار شورا الانفستيسمون. البارح يعني كان من وهذه الورشه الاولى التي يعني فتحناها على مستوى المجلس تاعنا، وكان بمشاركه يعني في المجلس يعني مشاركه يعني تاع متعاملين اقتصاديين من مختلف القطاعات، دونك ديفيرون فيديات والخبراء، يعني وهذا يعني باش نهضوا على الواقع المعاش للمتعاملين الاقتصاديين في مختلف مراحل الاستثمار، يعني وهدرنا على الحلول اللي انا نشوف فيها يعني نراها ناجعه ومناسبه باش يكون فيه مرافقه تاع الدوله في تجسيد يعني المشاريع اللي هي خلاقه للثروه والقيمه المضافه، دونك لا فالور اجوتي، باش يكون يعني اولا يعني حاجه اللي يكون مهمه اللي هدرنا عليها باش يكون فيه تحقيق امن غذائي وصحي، دونك يفوكو ناريفا يعني لا سيكوريتي اليمونتير لا سيكوريتي يعني سانيتير. نعم، طيب السيد مولا، ما هي الوعود التي منحت لكم من طرف الوزير الاول عند تقديمكم للعديد من المقترحات؟ هي شوفي هي كانت فيها يعني اذن ساغيه الحق، احنا الوزير الاول البارح كان وجيه صريح، دونك ايتي براغماتيك وانا تخبرك تو ترونسبارونس يعني في تصريحاته وبكل شفافيه، يعني تكلم حول الفكره الموجوده او مثلا على بالهم بهم، ولكن احنا باقتراحات، يعني وانه يعني يرى المجلس يعني البارحه يعني يراك المجلس شريك اقتصادي فعال، ينتظر منه الكثير كهمزه وصل يعني وقناه تواصل بين الدوله والمتعاملين الاقتصاديين، يعني المتعاملين الاقتصاديين يكون ميك صغير ولا كبيره، يعني وكان يعني وهذا لتجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية لتحقيق انتعاش اقتصادي واستقرار يعني اجتماعي. طيب بما أنكم قلتم سيدي أنه الحكومة من خلال الوزير الأول أيمن عبد الرحمن يرون في مجلس التجديد الاقتصادي قوة اقتراح وأيضا شريك اقتصادي، كيف ستعملون بالتنسيق مع الحكومة، خاصة وأنك ذكرت أنه من أبرز الملفات التي طرحت وقدمتموها للوزير الأول وكيف نحقق أمن غذائي وصحي في الجزائر؟ هذه الامن الغذائي يعني فيها بزاف مراحل، اولا ما تنساش احنا اليوم بدينا المرافقه تاع المؤسسات والمشاكل وبالمعرفه تاع المشاكل تاعهم، بدينا في اقتراح يعني الحلول، قررت يعني الجامعات باسكو اليوم باش تكون فيه يعني اقتصاد قوي لازم يكون فيه يعني يد عامله مؤهله، ولهذا دونك على بها دونك ناسيون كونفونسيون دونك درنا فيها يعني سيناتير افيك ديفيرون اورغانيزم يعني لو مينيستير دو لا فورماسيون بروفيسيونيل،
باش يكون فيه يعني حتى يعني باش يكون عاش اقتصادي لازم يكون فيه مرحلة وين يكون أمام ذلك اللي فيه امبورطون. دونك اليوم فيه بزاف مراحل، دونك ما نجمش نتكلم على كل شيء. حنايا عندنا براتيك ما عندنا شهرين، ولكن انا في الميدان دونك انا في براتيك ما انفيستيسيون يعني كل يوم مع المتعلمين الاقتصاديين اي وانا اوفير بليزيور شونتي. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. نعم شكرا جزيلا لكم سيد كمال مولى رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري على تفاصيل لقائكم مع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن. شكرا جزيلا.